يا اهلا بالناس الحلوه، يا اهلا بالحبايب. اهلا. عاملين ايه يا جماعه؟ الناس هنا مفلفشه قوي اكتر من هنا ولا ايه؟ لا نشوف الناس هنا عاملين ايه. انتوا ايه الاخبار؟ الحمد لله كل الناس معانا حلوه ولذيذه، يبقى لازم نقول لهم ايه اليوم الحلو ده وايه الناس الحلوه دي. طيب صدقيني ماشي. طب بالراحه. طيب صدقيني كنت اشيلي كنت انور. خلصنا فقرة الرقص، نخش على فقرة الغنى. يعني لو قلنا صدقيني، لا طب نشوف مين مسيطر اكتر، البنات اللي في الحفلة ولا الرجالة اللي في الحفلة؟ كل البنات اللي في الحفلة هي اللي هترد عليا بس. جاهزين؟ صدقيني. ايوه ده صح، هما بيزعقوش، هما صوتهم كده بقى يعني عادي. تاني كده وروني. صدقيني كنت اشيلك. ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يكتر منكم يا رب ويبارك فيكم يا رب. تاني كمان وكمان. ازاي انا كنت اعلمهم يا رب دايما 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 يفرح ايامكم وتبقوا دايما فرحانين. انا عايز اقول لكم من كل قلبي من كل قلبي من كل قلبي، ايه اليوم الحلو